كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، بقالنا كتير قوي ما عملناش حاجة للكنيسة عندنا، كنيسة العذراء في اوتاوا. فقررنا ان احنا، علشان طبعا احنا كنا دايما بنعمل فاند ريزنج وحاجات كده، لكن عشان الكوفيد 17 دي موجودة معرفناش نعمل اي حاجة خالص، وبما ان الناس مفيش حد بيروح علشان الظروف والسوشيال ديستنس والكنيسة كانت مقفولة وكده، فقررنا ان احنا نعمل حاجة في صيام العذراء ديت از فاند ريزنج. والحكاية والاكل ده تو تيك اوت، يعني انت بتعمل، بتقول انا عايز اجيب مشوي، 3 مشوي، 2 مقلي، مش عارف ايه، واحنا هنقول لك الساعة كام ما تيجي تاخدها، بتبعت لنا ايميل وهنقول لك على نمرة التليفون اللي ممكن تعمل عليها التكست مسج، تقول عايز قد ايه وتيجي تاخدهم الساعة كام وكده هوت، وان شاء الله تبقى حاجة جامدة جدا 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 زي ما تعودنا واحسن. والنهاردة هنوريكم شوية عينات من الحاجات اللي هنعملها كنوع من التشويق، عايزين نشوف كل الناس، كل الناس، وهي تبرع، كل واحد يدفع اللي عايزه، اللي عايز يدفع، اللي مش عايز يدفع، انتوا حرين، كل حاجة ربنا شايفكم، بينك وبين ربنا، كل اي حد عايز يجي، كل الناس اهلا وسهلا، مش معمولة لحد معين ولا الناس معينة، ولا كل الناس اهلا وسهلا، بس تقولوا وان تكون بتحبوا السمك وبتفهموا في السمك الجميل المحترم، وبعدين تقولوا احنا عايزين السمك ده هو مقلي مشوي، وبيجي جمبري وبيجي سلطة وبيجي كلاماري معاه، يعني العملية جامدة جدا جدا جدا. اوكي، هنبتدي الشغل دلوقتي. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل صبيت محشي اللي الناس كلها مستنياه، ومعانا الاستاذ رامي. مسيو رامي، شكل ايطاليا خالص. بص بقى، وده ايه؟ لا، and this is calamari, stuffed calamari, stuffed with shrimps, with crab meat, and tomato. I cannot tell you all the secret. I want you to discover it by yourself. Calamari. والجمبري. جمبري. Gustiamo. Sono caldi, sono buoni, deliziosi. Allah Allah, alla deliziosi, ya ustaz Jibo. Allah alek ya Jibo. Ya jamaa, Italy, Italy. Sono buoni, molto. مولتو بوني، مولتو، كلمة الحق ظهرت، قال لك مولتو بوني يا أستاذ رامي. تروح كده عشان الكاميرا شايف؟ لا لا، دلوقتي عملنا إيه؟ عملنا سمك مشوي، عملنا سمك مقلي، عملنا سمك جريل فليه، وعملت إيه تاني؟ كلاماري بالجمبري. كلاماري بالجمبري المحشية. بالبصل. بالبصل. هتقول خلطة ولا؟ لا مش هقول خلطة، وفاضل ايه دلوقتي؟ فاضل
فاضل الجمبري. لا فاضل نشوفكم يوم 16 ان شاء الله. فاضل نشوفكم يوم 16 ان شاء الله. ها والطلبات هنحط نمرة التليفون تعملوا لنا تكس مسج واحنا الحاجه تكون كلها جاهزه وهنقول لكم تيجوا تستلموا الاكل الساعه كام. Thank you, Chef. Thank you, Mr. Buonissimo.